الأمة الاشتراكية، حضرات السيدات والسادة، نشرع الآن في بسط الأسئلة الشفهية المدرجة بجدول أعمالها، ونستهلها بقطاع التجهيز والنقل واللوجستيك والماء. السؤال الأول، سؤال متعلق بحرمان بعض الموانئ من التأهيل للسيدات والسادة النواب المحترمين من الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، فليتفضل أحد واضعي هذا السؤال. تفضل السيد النائب. شكرا سيد الرئيس، سادة النواب، سادة الوزراء. في الحقيقة نتأسف على بعض الموانئ اللي هي مهمة ويمكن لها تعطي اقتصاد مهم، وخاصة في الأقاليم الجنوبية، عدم تجهيزها وعدم إكمال الموانئ، وأخص بالذكر ميناء بوجدور وميناء أفتيسات التابع لمدينة بوجدور. وشكرا. سيد الوزير الجواب. مرحبا. مرحبا سيد الوزير. شكرا. أولا السيد النائب المحترم، الكلمة ديال الحرمان في التقدير ديالي مجانبة للصواب، لأنه بالنسبة للموانئ ديال الأقاليم الجنوبية على وجه الخصوص، أنت عارف بأن كاين توسيع ديال ميناء طرفاية غيكلف 50 مليار سنتيم، توسيع ديال ميناء الداخل الحالي 30 مليار سنتيم، بناء ديال الصيد ديال المهيريس 25 مليار سنتيم، وتعلم ويعلم الجميع أن سنام الأمر إن شاء الله هو هذاك الميناء ديال الداخل الأطلسي، اللي من المنتظر أن تبلغ التكلفة ديالو 10 مليار ديال الدرهم، تقريبا 1000 مليار سنتيم. وصدر مؤخرا المرسوم ديال السيد رئيس الحكومه الذي يقضي باعلان المنفعه العامه لبناء هذا الميناء بجامعه العرقوب، بالاضافه الى انه سنويا عندنا تقريبا واحد 7.5 مليار تنديروا هذه الصيانه، وخاصه جرف الرمال فيما يتعلق ببوجدور، ميناء بوجدور. السيد النائب تعرف لاننا درت زياره لهذ الاقاليم، وهذا الميناء اللي تبنى في 2010 وكلف تقريبا 40 مليار ديال السنتيم، دارت فيه واحد العدد المشاريع اللي تتأهلوا، خاصة تثبيت الجرف المائي، إنشاء بناية الاستغلال، تقوية سور الميناء إلى غير ذلك. هناك طلب كنت تقدمتي به السيد النائب واحد المجموعة ديال المنتخبين يتعلق بالتوسعة، حنا الدراسات تنديروها، لكن هذه القضية ديال التوسعة ديالو مرتبطة بالسياسة العامة في المجال ديال الصيد. شكرا سيد الوزير. تعقيب سيد النائب. سيد الوزير، بالنسبة لميناء بوجدور هو ميناء إبغاء محتجز على 12 باخرة ديال الصيد سردين، مع العلم أن مدينة بوجدور هي مدينة خزان للسمك يعني، وخاصة السردين. والدراسة اللي كان طالق بها ميناء هو طلع ب 30 مليون ديال 300 مليون ديال 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 درهم في 2006 اللي كان ودشن فيها هذا الميناء هذا، وبقات التكميله ديالو اللي كانت في سياسه الحكومات الاولى باش يكون يعني الرصيد الطويل، اللي لانه هو ميناء يعني ما عندوش مشاكل ديال الصيانه ديال الرمال اللي هي واقعه على الموانئ الاخرى، وكذلك العمق يعني يمكن له حاليا في هذا 190 يعني على طول الخريط، الشريط اللي فيه البواخر هو ناقص 8، مع العلم انه الى زاد يمكن له يكون ميناء ديال اعالي البحار، خاصة قرية أفتيسات اللي هي قرية مهمة ومدينة مهمة كذلك، وقوارب كل يوم يموتوا الصيادين فيها، كان واحد الديك اللي يمكن له يحميها. شكرا. من هذه المشاكل. وشكرا. هل هناك تعقيب إضافي؟ تفضل السيد النائب المحترم من الفريق الحركي. الرئيس، السيد الوزير، نشكركم على تزويد ميناء الأسفي بالرافعة، الآن هي في طور يعني تركيب وغتكون جاهزة في عما قريب. بغينا نسولكم سيد الوزير شنو وقع في الميناء المعدني للاسفي؟ تاخر لما يقارب 3 سنوات، ميزانيه 400 مليار سنتيم، مشروع ملكي شنو سيدنا في 2013. تقارير تشير الى تصدعات خطيره في الخرسانه، سبب ديالها مواد البناء المغشوشه. قمتم سيد الوزير بزيارات عده زيارات يعني لورش الميناء دون اشراك ممثلي الساكنه ودون اي توضيح رسمي في الموضوع. اليوم صافيه المحطه الحراريه اشتغلت، بدات يعني الاشتغال ديالها، تتكبد خسائر كبيره، نقل الشربون من جرف صفر ومن ميناء الاسفي ومن ميناء البيضاء يعني بالشاحنات اللي كدوز او كتمر عبر شوارع وازقه المدينه. البارح مات واحد السيده عبر يعني الداس ديالها بشاحنه،
صوائر النقل. شكرا. هل هناك تعقيب إضافي آخر؟ شكرا سيد النائب، انتهى الوقت. هل هناك تعقيب إضافي آخر؟ ردكم سيد الوزير على التعقيب. لا، فيما يتعلق بالميناء المعدني ديال أسفي، أولا ما كاينش تأخير ديال 3 سنوات، يعني كاين تأخير تقريبا ديال 1 سنة، وهذه القضية ديال أن هناك أمور ديال البناء مشوشة غير صحيح. كل ما هنالك أن كاين بعض الإشكالات اللي كانت مرتبطة بالرصيف ديال الفحم الحجري اللي مرتبطة بلا كونسيبسيون ديالو، عاودناه كله، ونحن الآن بصدد إجراء يعني الترتيبات الأخيرة باش نفتحوه إن شاء الله. بطبيعة الحال كانت بعض الإشكالات اللي طرحت للساكنة فيما يتعلق يعني بتموين أو تزويد يعني المحطة بالفحم الحجري عبر الطرق. هذا ما كانش عندنا فيه خيار، حنا تنتأسفوا أننا وصلنا ليه وتنعتذروا للساكنة على هذا الأمر هذا، لكن الميناء كميناء يعني بالتكلفة ديالو وبالاستراتيجية ديالو إن شاء الله غيكون عنده بطبيعة الحال آثار إيجابية على المستوى الوطني، لأنه هو ميناء وطني. شكرا. السؤال الموالي سؤال عن برنامج تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب للسيدات والسادة النواب المحترمين من الفريق الحركي، فليتفضل سيد النائب. سيد الرئيس، السادة الوزراء، السيدات والسادة النواب المحترمين، سيد الوزير، ما هي الإجراءات والتدابير التي ستتخذونها لتغطية الخصص المهمل للماء الصالح للشرب للجامعات القروية بصفة عامة؟ كما قال تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. جواب السيد الوزير. شكرا سيد النائب. شكرا. اولا السؤال كان سؤال قاصد، يعني تيتكلم على المنطقه ديال الشفشاون. في اطار تعميم التزويد بالماء الشرب بالاقليم، برمج المكتب الوطني 6 ديال المشاريع مهيكله، واحد الكلفه ماليه ديال 185 مليار ديال السنتيم، فيها مشروع تزويد الساكنه المحاديه لسد الوحده والتابعه للجامعات الترابيه ديال بني احمد الشرقيه، بني احمد الغربيه، بني فغلوم، منصوريه، انطلاقا من ميناء مياه حقينه سد الوحده، الكلفه تقريبا 31 مليار سنتيم. وكاين مشروع ديال تزويد دوائر تابعه للجامعات الترابيه ديال تيزكان، سطيحات، بني منصور، بني بوزره، بني سليمان، الكلفه ديال 28 مليار ديال سنتيم. وهادو غادي نشرعوا في الاستغلال ديالهم ان شاء الله بالنسبه لسطيحات وتيزكان في نهايه الشهر. قناة الجر الرئيسية ابتداء من يوليوز 2019، جماعة بني بوزرة وبني بسلمة بن منصور ابتداء من نهاية 2019، ثم مشروع تأمين تزويد مدينة شفشاون وتزويد 7 الجماعات انطلاقا من السد ديال مولاي بوشتا، فيها تنقوب، الدردرة، الخدير، باب تازا، فيفي، بني دركو، بني صالح، بكلفة ديال 44 مليار ديال السنتيم. وعندنا الآن فيما يتعلق بالجبهة اللي فيها جماعة ديال بني سميح، متيوة، بني رزي، لونة، بني صالح، باب برد، بني سلمان، وازقان، هادو ان شاء الله غادي تكون فيهم واحد الاتفاقيه انا وقعتها انا والمدير العام للمكتب الوطني، ارسلناها لوزاره الداخليه ووزاره الماليه ان شاء الله. شكرا سيد الرئيس. تعقيب سيد النائب، تفضل. حكم قيم، ولكن هذه البرامج نعم كاينه صحيح، الا انها تعرف تعثرا كبيرا فيما يخص هذا البرنامج ديال تزويد 6 جماعات بالماء الصالح للشرب، الا وهم كما قلتم جماعه تسيفت وتزقان وسطيحه وبني سلمان وبني منصور وابو احمد. هذه الجماعات التي كانت سوف ترى النور لهذه الماده الحيويه في 2018، الا ان هذا المشروع عرف تعثرا كبيرا. زياده على ذلك ان هذا المشروع عنده مشاكل داخليه فيما يخص تزويد هذه الدواور خاص بالنافورات السقايات، وهذه النافورات هناك مشكل في مع بعض الساكنه، هنا من رفضها ومن من يقبلها، لان السقايه كان فرض على المواطن او على الكوانم بصفه عامه 500 درهم، بعض المواطن لا يقدر على التكلفه، حتى وان قدر على التكلفه يبعد عن السقايه ما يبعد 3 كيلومتر 4 كيلومتر نظرا للتشتت السكاني. طبعا هناك برنامج اخر فيما يخص التزويد كما قلتم مشروع من جماعه باقي الجماعات اخرى من سد مولاي بوشتا، حتى سد مولاي بوشتا هذه 5 سنين لتنجز، ولكن حد الان لم يرى النور، لا السد متوقف هذه المده، حتى الجماعات التي كانت تنتظر هذه المده الحيويه ما زالت تنتظر. كما نسالكم ايضا عن السد بني منصور الذي تنتظره الساكنه، الذي يعد من اكبر السدود على صعيد الوطن، حد الان لم يرى النور. ما جوابكم على شكرا. هل هناك تعقيبات اضافيه؟
تفضل السيد النائب المحترم من الفريق الاستقلالي الوحدة والتعادلية، تفضل. زير، قلتوا في واحد الإحصائيات ديالكم بأن 95 من الساكنة مزودة بالماء الصالح للشرب. أنا بعدا كنشوف السيد الوزير غير دائرة في إقليم تازة فيها أربعة الجماعات مازال ما استافدات، جماعة برار حاكا في الغار الكوزات تينس. السيد الوزير هذه ست شهور حنا كنطلبوا معكم لقاء وأنت كتقول لنا شوفوا مع مدير الديوان، حنا كنبغينا مدير الديوان السيد الوزير كاع ما نطلبوا معك لقاء. وشكرا. هل هناك تعقيبات إضافية أخرى؟ تفضل السيد النائب المحترم من الفريق الاشتراكي. الأقاليم اللي معروفة السيد الوزير بـ 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 بالحرارة المرتفعة لها في الصيف، وهذا الإقليم لا يوجد فيه ماء ويعاني السيد الوزير، والناس كتشرب غير من السيترنات والكوبات. السيد الوزير ساكنة إقليم معروف وكيشرب مازال في هذا الوقت السيد الوزير غير بالسيترنات، اش راه ينعدلوا السيد الوزير باش نحلوا المشكل لهذه الساكنه؟ وشكرا. هل هناك تفضل السيد النائب تعقيب اضافي اخر من الفريق الاصاله والمعاصره، تفضل. شكرا السيد الرئيس. السيد الوزير كنشكرك على المجهود اللي قمتوا به بالربط ديال سد تمسنا بجماعه مكرتو باقليم سطات، وكنتمنوا باش يدار نفس المجهود مع جماعه سيدي عبد الكريم لان محاديه لجماعة مكرتو، مع العلم بأن الميزانية ماشي شي حاجة كثيرة، 25 مليون ديال الدرهم، وتقريبا غادا تفيد 50 ولا 51 دوار. شكرا السيد الوزير. هل هناك تعقيبات إضافية أخرى؟ إذا السيد الوزير ردكم على التعقيبات. شكرا السيد الرئيس. السيد الرئيس نبداو بهذه المسألة الشكلية اللي طرحها السيد النائب المحترم اللي قال بأنه طالب موعد هذه 6 شهور، هذا مجانب للصواب بالمطلق، لأنه السيد النائب خصو يعرف بان كاين نواب سابقينو وغيتلاقاو مع السيد الوزير وما يمكنش نديروا له هو شي استثناء في هذه المساله هذه. طيب المساله الثانيه فيما يتعلق بالاقليم ديال شفشاون، صحيح السيد النائب مشكورا كنت امينا ملي نشرتي لهذ القضيه ديال ان كان المشروع الاولاني كانت في اشكالات اللي كانت مطروحه مع الساكنه. دابا هذا الموضوع تجاوزناه، نتمناو على الله ان شاء الله ان هذه المشاريع كلها تدار في الوقت ديالها، لان هذه المشاريع على المستوى يعني الميدان تلقاو فيها اشكالات. صحيح هذاك ديال مولاي بوشتا في الحقيقه حنا السد شحال هذه من اللي سالينا كان يفترض ان تكون طلقت فيه الاشغال ديال الربط، للاسف الشديد هذا الشيء ما دارش، لكن كاين فيما يتعلق بالجبهه هذه اتفاقيه جديده فيها 61 مليار ديال السنتيم، حرصنا عليها في هاد الشهرين باش نقادوها، وحنا بطبيعه الحال في اتجاه اننا نطلقوها قريبا. انا اللي بغيت نقول لانه كاين واحد العدد ديال التخوفات عند الساده النواب فيما يتعلق بهذه القضيه ديال الماء. انا قلت سابقا في تحت هذه القبه بانه الربط واحد العدد ديال المجالات القرويه. شكرا السيد الوزير. بالمنظومه ديال الماء. شكرا. السؤال الرابع في هذا القطاع، سؤال حول توفير الماء الصالح للشرب بمناطق الخصاص، للسيدات والسادة النواب المحترمين من فريق الأصالة والمعاصرة، تفضل. نعم سالت إذن ما عنديش أنا سؤال عن السياسة الحكومية المتبعة لإنجاز واستغلال السدود للسيدات والسادة النواب المحترمين من فريق الاستقلالي لوحد أو التعادلية، تفضل السيد النائب. شكرا السيد الرئيس. السيد الوزير، عرف المغرب إنجاز مجموعة من السدود على مدى سنوات طوال، ولكن يبقى استغلال هذه السدود والثروة المائية الوطنية بصفة عامة يعرف ضعفا ملحوظا. لذلك نطالبكم السيد الوزير عن السياسه الحكوميه من اجل توفير الماء الصالح للشرب على الخصوص بالنسبه للساكنه، وشكرا. جواب السيد الوزير. شكرا السيد النائب المحترم. بالطبع الاخوان تيعرفوا بان بلادنا عندها سياسه عموميه في مجال السدود بشكل عام، لكن في مجال التزويد بالماء هذه السياسه انطلقت يعني منذ عقود، وكان عليها واحد الاشتغال، لانه الان عندنا تقريبا الطاقه التخزينيه ديالنا حوالي 18.6 مليار ديال الامطار المكعبه، الافق ديال السنوات المقبله هو نوصلوها 30 مليار الامطار المكعبه.
السبب الاول هو ان كاين تغيرات مناخيه اللي تجعلنا في واحد الوضع يكاد يكون وضعا دقيقا جدا. والمساله الثانيه هو انه مستقبلا سيتم ربط كما كنت تنقل في السؤال السابق، ربط جميع الدواوير وجميع الجماعات بالمنظومه ديال التوزيع المائي، باش حتى هذيك اللي غتعرف خصاص بسبب الجفاف ما تكونش مرتبطه بالعيون ولا بالابار المحليه، وانما ترتبط بواحد المنظومه. وهذا بطبيعه الحال غيكلف واحد الاموال كبيره جدا، لكن المملكه المغربيه ما عندهاش خيار الا ان تصل الى هذه النسبة من التخزين. شكرا سيد الرئيس. تعقيب سيد النائب تفضل. شكرا سيد الوزير، ولكن اسمح لي رغم جوابكم على السؤال المقدم من طرف السيد النائب عن اقليم شفشاون، ولكن ضروري غنرجع لاقليم شفشاون لانه الاقليم اللي كنعرفو مزيان. هذا الاقليم كيعرف واحد المفارقة غريبة، انه كيعرف اعلى نسبة تساقطات مطرية على الصعيد الوطني واقل نسب تزويد الساكنه بالماء الصالح للشرب، وهذا الشيء ما راجعش لقله الموارد المائيه، حيث هناك مجموعه من السدود سدموا ليبوشتا الذي يؤسس الطبيعه منذ سنوات، ما كاينش هناك تجهيزات الضروريه الاساسيه من اجل تزويد الساكنه بالماء الصالح للشرب وتعثر هذه التجهيزات. هناك سد الوحده، اكبر سد في افريقيا وفي المغرب، اللي كنشوفوا ان مجموعه ديال الجماعه في اقليم شفشاون، جماعه بني احمد الشرقيه الغربيه، جماعه المنصوره، جماعه بني فغلوم، هذه 10 سنوات وهي تنتظر الماء الصالح للشرب. النافورات موجودين تتهالك ولكن الماء ما كاينش. واد القنار هو معلمه وطنيه ديال الماء ولكن الماء غير موجود في الساحل. هناك تعثر في انجاز هذه المشاريع السيد الوزير، كنضطروا نعطيو الماء بالسهاريج للساكنه فصل الصيف في اقليم شفشاون، هذا شيء غير معقول. كنطالبكم السيد الوزير من اجل تسريع وتيره انجاز هذه المشاريع باش المواطن في الصعيد الوطني وشفشاون. شكرا. هل هناك تعقيبات اضافيه؟ لا، ردكم تفضل السيد النائب. تفضل. شكرا السيد الرئيس. السيد الوزير المحترم، كيف يعقل السيد الوزير بناء سد دون انجاز بالتوازي محطه المعالجه وصهاريج الري وماء الصالح للشرب؟ والا السيد الوزير فهذا السد الذي تتبنيه يكون عرضه لتبخر المياه وترسب الاوحال، وهذا هدر للمال العام. خير مثال السيد الوزير سد التيويين باقليم ورزازات، هذه الساكنه التي تعاني في صمت من ماء له طعم وله لون وله رائحه. سيد الوزير، كان معرض جوابكم على سؤال كتابي بان هذه الساكنه سيتم ربطها ما تم 2018، احنا في 2019 ولم يحصل شيء. سيد الوزير، انتم تقولون ما لا تفعلون، وسياستكم سيد الوزير سياسه ارتجاليه، سياسه فاشله في تدبير قطاع الماء. سيد الوزير، قطاع الماء في المغرب يسير بسرعه البراق نحو الحائط وانتم مسؤولون على ذلك، وفصل الصيف سوف يكون فصل حارق وسوف ترون حجم الضغوطات التي سوف يعاني منها الشارع. وشكرا. هل هناك تعقيب اضافي اخر؟ لا. السيد الوزير، ردكم على التعقيبات. شكرا السيد الرئيس. فيما يتعلق بشفشاون، انا جاوبت يعني بالتفصيل، وانا قصدت نجاوب بالتفصيل باش نعطي واحد العدد الامور. ما بغيتش نرجع للتاريخ، دابا سد الوحده تعرف فوقاش تبنى سد الوحده. دابا الا بغينا نسالوا راه سد الوحده وعلاش ما دارش داك الشيء؟ انا هذا الشيء ديال التاريخ ولا باش ما دارش انا ما بغيتش ندخل فيه. انا اللي عليا هو ان الامور اللي ملتزم بها نديرها. وانا داك الشيء علاش قصدت وشكرت السيد النائب اللي طرح السؤال قاصد وجابت على شفشاون وتكلمت على اخر اتفاقيه اللي كاينه في هذا الموضوع. علما بانني تنقول هذا الموضوع ديال الخصص في الماء كاين. وهذا الموضوع ديال الخصص في الماء مرتبط بواحد العدد ديال الاشكاليات حنا تنعالجوها. بالطبع كاين واحد العدد ديال الامور اللي غادي دار في المستقبل وخصها واحد المدى زمني معين. وهذا الشيء علاش هذا الشيء السيد النائب اللي تكلمتي به، وانا تنشكرك على هذا السجع اللي جا في الكلام ديالك، لكن السجع لا يغني، الحقائق هي هذه. حنا تنبنيو السدود وتنربطوها وتنحلوا الاشكاليات على المستوى الميداني، منها نزع الملكيه، منها القضايا ديال الساكنه، والسياسه العموميه في بلادنا هي سياسه عموميه في مجال الماء واضحه. وانا تكلمت ما عرفتش واش انتبهتي شنو قلت ولا لا، قلت راه عندنا 18.6 مليار الامتار المكعبه كطاقه تخزينيه وغنوصلوها 30 مليار، وهذا لا تستطيعه الا الحكومات القويه اللي عندها واحد التصور بعيد المدى.
والا الا جينا نسالوا التاريخ راه كاين بزاف ديال الحوايج اللي ما دارش للاسف الشديد، وهي التي تنيخ بكلكالها على ما يجري الان. شكرا السيد الرئيس. شكرا السيد الوزير. السؤال الموالي سؤال حول توفير الماء الصالح للشرب مناطق الخصاص للسيدات والساده النواب. من فضلكم السيدات والساده النواب المحترمين من فريق الاصاله والمعاصره، السيد الرئيس تفضلوا. السيد النائب. شكرا السيد الرئيس. السيد الوزير، مع انطلاق الارهاصات الاولى لفصل الصيف وارتفاع درجه الحراره بشكل ملحوظ، تعاني مجموعه من المناطق المغربيه من الخصاص في الماء الصالح للشرب، مما يزيد من معاناه ساكنه هذه المناطق. وبالتالي السيد الوزير، ما هي التدابير التي تعتزمون اتخاذها لتوفير الماء الصالح للشرب بهذه المناطق لمواجهه ظاهره العطش الذي يعد مشكلا حقيقيا يؤرق بال ساكنه هذه المناطق؟ وشكرا. جوابكم السيد الوزير. شكرا السيد النائب. انا غنركز باش نعطي مجموعه المعطيات، يعني عطفا على الاسئله السابقه. المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب تيدخل تقريبا 715 جماعه ترابيه على المستوى الوطني. عموم التدخلات ديالو ما عرفاتش اشكالات باستثناء 41 مركز اللي كانت عرفات اشكالات في السنه الماضيه واللي حنا حصيناها، وبطبيعه الحال نشتغلوا عليها باش ان شاء الله في الصيف ديال 2019 هناك من ستعرف يعني نهايه ديال العجز ديالها والتزويد بالماء الشاروب بشكل عادي، وفيها اللي غيبقى فيها بعض الاشكالات، وسنحرص بمعيه السلطات المحليه على ان يتم بطبيعه الحال التموين ديالها بهذه الماده الحيويه. شكرا السيد الرئيس. تعقيب السيد النائب المحترم. شكرا السيد الوزير. السيد الوزير، ما معنى ان يتجدد مشكل الماء الصالح للشرب في كل فصل صيف دون معالجه الاشكاليات؟ وهناك بعض المناطق السيد الوزير اللي المشكل ديال الماء مطروح على طول السنه واللي كيتضاعف مع ارتفاع درجه الحراره الى مستويات قياسيه خصوصا في فصل الصيف. اعطيك مثال السيد الوزير باقليم شيشاوه، مجموعه من المناطق كتعرف شح المياه من الان كجامعة هديل، ولاد المؤمن، سيدي عبد المؤمن، المزوديه، وشمران وغيرها، واللي كتعاني من الخصاص في هذه الماده الحيويه. بغيناكم السيد الوزير تعطيونا واحد الاستراتيجيه محدده في الزمن مبنيه على تكثيف الجهود ومضاعفتها من اجل تعبئه الموارد المائيه الكافيه لتلبيه حاجيات هذه الساكنه، خصوصا ان جلاله الملك نصره الله سبق وعطى التعليمات ديالو في 2017 للاسراع الى ايجاد الحلول لهذه الازمه بعيدا عن الحلول الترقيعيه. السيد الوزير، في اقليم شيشاوه كنطالب باخراج مشروع مندمج ومتكامل وقادر على تجاوز هذه الاشكاليات ديال قله الماء، وذلك من خلال تزويد هذه المناطق من خلال سد ابي العباس السبتي. وشكرا. هل هناك تعقيبات اضافيه؟ تفضلوا السيد النائب المحترم لفريق التجمع الدستوري. السيد الوزير، اقليم سازاكا احد الاقاليم الصحراويه التي تشهد ارتفاع مهول لدرجه الحراره عموما يعني تتجاوز 45 درجه. السيد الوزير، ما بالك بالانقطاع المتكرر للكهرباء والماء؟ مدينه ديال اسا مدينه عطشه، ودائما يتكرر هذا السيناريو كل صيف. شنو هو الحل السيد الوزير؟ شنو هي استراتيجيه الحكومه لي يعني ايجاد حل هذا المشكل؟ شكرا. هل هناك تعقيب اضافي اخر؟ لا. تفضلوا السيد الوزير ردوا على التعقيبات. السيد الرئيس، انا قلت فيما يتعلق بهذه القضيه الخصاص، الخصاص كاين، هناك معالجه اللي هي انيه اللي مرتبطه بواحد العدد المراكز واللي غيستمر ربما التموين ديالها عن طريق بعض الصهاريج في بعض الاقاليم. متفقين؟ هذا كاين ولا يمكن ان ننكره. على المدى البعيد كاين جوج المستويات، وانا بغيت الساده النواب يركزوا معايا لان هذا موضوع مهم وقعت فيه اختلالات في السابق، ما في ذلك شك. ما يمكن ليناش ما نرفعوش الطاقة التخزينية ديالنا، خصنا نرفعوها باش يمكن لينا نخزنوا الماء اللي غنوزعوا. المستوى الثاني هو التوزيع. الآن عندنا خارطة ديال التوزيع على المستوى الوطني اللي غتكلف واحد العدد ديال الملايير ديال الدراهم لربط جميع الجماعات وجميع الدواوير بالمنظومة المائية. بمعنى سابقا كانت واحد العدد الجماعات والأقاليم تترتبط بالمياه الجوفية، تترتبط سميتو، ما بقاتش مع توالي الجفاف، غارت بعض الآبار وغارت بعض العيون. كيف ولا المواطن تيقول لك أنا خصني نرتبط بالمنظومة المائية، هذا خصو اشتغال. اللي كان جيت أنا قلت لكم غنديروه في سنة غتقولوا هذا كلام ما شاتش، هذا غياخذ بضع سنوات باش جميع
الدواوير جميع الجماعات ترتبط بالمنظومه المائيه، تيبقى في ذلك الوقت غير كيفاش ندبروا القضيه ديال التخزين. هناك مناطق غيكون فيها التخزين عبر السدود، هناك مناطق سنضطر الى ان تكون فيها التحليه ديال المياه. شكرا سيد الوزير. سؤال حول نزع الاعدادات الخاصه بالماء الصالح للشرب للسيدات والساده النواب المحترمين من فريق العداله والتنميه. تفضل سيد النائب المحترم. تفضل. شكرا سيد الرئيس. سيد الوزير المحترم، عن عمليه نزع العدادات الخاصه بالماء الصالح للشرب نسائلكم وشكرا. جوابكم سيد الوزير. شكرا سيد الرئيس. انا غنجاوب فيما يتعلق بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب. بطبيعه الحال بالنسبه لي ريجي وبالنسبه للعقد المفوض، هناك وزاره اللي عندها الوصايه على هذا الامر. بطبيعه الحال هذا العقد ديال التزود بالماء الشروب هو عقد يبرم بين الزبون وما بين المكتب الوطني، وبموجبه الزبون يستفيد بطبيعه الحال من الماء ويكون العداد في اسمه. هناك واحد العدد ديال الاختلالات تتمشي من عدم تأدية الفواتير إلى سرقة الماء إلى واحد العدد ديال الإشكالات للمكتب الوطني للماء والكهرباء الصالح للشرب يحاول معالجتها، وتتمشي إما بقطع الماء وبطبيعة الحال وبترتيب واحد العدد ديال الدعائر. اللجوء لهذه القضية ديال نزع العداد عادة لا تكون إلا في حالات استثنائية بعد توالي هذه الإشكاليات والمخالفات من طرف الزبناء. شكرا سيد الرئيس. شكرا سيد الوزير. تعقيب سيد النائب. تفضل سيد النائب المحترم. شكرا سيد الرئيس. شكرا سيد الوزير. سيد الوزير المحترم، كنشكركم اولا على المجهودات اللي كتقوموا بها في جميع القطاعات اللي كتشرف على الوزاره ديالكم، وخصوصا قطاع الماء، كما كنوهوا بالحصيله ديال الحكومه في هذا القطاع التي كانت تعمل على رفع نسبة الولوج إلى الماء بالعالم القروي إلى 97%، وكذلك تعميم تزويد المجال الحضاري بالماء، وكذلك مواصلة سياسة بناء السدود من أجل توفير هذه المادة الحيوية. وهذا كله سيد الوزير لا يمنعنا أن نبدي بعض الملاحظات. فنزع العداد عداد الماء، هذا الإجراء المطلع على عقدة الاشتراك سواء مع المكتب الوطني القطاع ديال الماء او مع الوكالات المستقله او مع الشركات المفوض لها، لا يوجد بتاتا هذا الاجراء في هذه العقد، بل يوجد فقط في احد الفصول فسخ العقده الذي ياتي بعد اجراءات مصدريه تنتهي الى التوقيف الاستفاده من الماء. وهذا التوقيف ديال الاستفاده من الماء لا يعني بالضبط نزع العداد لنحرم الاطفال والنساء من الماء. السيد الوزير، بالنسبه لهذه العقده اللي قراها كيلقاها سرد لمجموعه من الالتزامات للمواطنين، وليس فيها التزام واحد للطرف الاخر، ليس فيها التزام واحد للطرف الاخر. لذا نطالبكم السيد الوزير المحترم ان تعيدوا النظر في محتوى هذه العقده اولا، لان العقده هي شريعه. شكرا. هل هناك تعقيب اضافي؟ لا. سيد الوزير، فيما تبقى لكم من الوقت. انتم عارفينها احسن مني، هذه تعتبر عقود ديال الادعان وفيها بعض الاشكالات. انا ما بغيتش نتكلم بزاف في هذا الموضوع، ولكن اللي يمكن نقول لك هو نزع العداد لا يلجأ إليه إلا بالنسبة لواحد العدد ديال الزبناء التي تتكرر أخطاؤهم. ولكن مع ذلك أنا أعيدك أن نجمع الناس ديال المكتب الوطني، إذا كان فعلا هذه القضية مجانبة للقانون غنوقفوها. ولكن في انتظار ذلك راه كاين، راه كنقول لك واحد العدد ديال كاين اللي 40 شهر ما خلصش، كاين اللي تيسرق. اش بغيتي دير لهذا المكتب الوطني منين تيكونوا عنده إشكالات مع هؤلاء الزبناء؟ تيلجأ لواحد المسألة اللي ربما قانونيا غير محررة بالشكل الكامل. أنا أعد بأن أنظر في هذا الأمر. شكرا. وإلا عادة راه كاين واحد العدد. السؤال السادس. شكرا سيد الوزير. السؤال السادس، سؤال عن تقييم البرامج المحدثة الخاصة بالطرق القروية
للسيدات والسادة النواب المحترمين من فريق الأصالة والمعاصرة. تفضل السيد النائب. شكرا سيد الرئيس. سيد الوزير المحترم، نسألكم عن تقييمكم للبرامج المحدثة الخاصة بالطرق القروية. جوابكم سيد الوزير. شكرا سيد النائب المحترم. هو التقييم العام ديال هذه البرامج هذه انا في اعتقادي هو تقييم ايجابي، لانه هذه البرامج بديناها في 1995 كاول برنامج، واصبح لبلادنا في عموم هذه البرامج ديال الطرق القرويه واحد النوع من التجربه، واحد النوع من التجربه اللي خلاتنا درنا البرنامج الاول وعاود درنا البرنامج الثاني ونحن بصدد انهائه، وعندنا البرنامج ديال التاهيل الترابي وكذلك نحن بصدد انهائه، وشرعنا في البرنامج ديال تقليص الفوارق الترابيه والاجتماعيه في العالم القروي. وانا في هذا التقي مع اللجنه الموضوعات ديال اللي دارها مجلس النواب، اللي خلصت الى انه في العموم هذه البرامج كانت لها ايجابيات متعدده. شكرا سيد الرئيس. شكرا سيد الوزير. تعقيب سيد النائب، تفضلوا. شكرا سيد الرئيس. سيد الوزير المحترم، الارقام والحصيله التي تفضلتم بقراءتها للاسف لا تزال ضعيفه مقارنه بالاحتياجات مجموعه من الاقاليم ذات الطبع الجبلي والصحراوي، حيث سيد الوزير المحترم ان هذه المشاريع من شانها ان تساهم في فك هذه المناطق القرويه والتقليص من الفوارق المجاليه، وايضا تمكين الساكنه من الولوج لبعض الخدمات الاساسيه، وكذلك على المستوى الاجتماعي ضمان استقرار لهذه الساكنه والحد من ظاهرة الهجرة القروية. أما على المستوى الاقتصادي سيد الوزير المحترم، هذه المشاريع من شأنها أن تساهم في جلب مجموعة من الاستثمارات، وسوف تمكن لا محالة من تشغيل شباب هذه المناطق. سيد الوزير المحترم، فانعدام هذا النوع من المشاريع له وقع كبير على انفتاح الأقاليم على مختلف جهات المملكة، وأيضا انفتاح بعض الدواوير على الأقاليم. على سبيل المثال الطريق التي تربط تنغير ببني ملال عبر ام الشيل التي سوف تساهم في انفتاح جهه ضرعة فيلالت على جهه بني ملال الزلال، والطريق 1504 الرابطه بين بومان والنيف عبر اكنيون، وكذلك الطريق الرابطه بين جماعه ملعب وجماعه مسسي باقليم تنغير، والطريق 1507 الرابطه بين جماعه طميكت وجماعه ويسلسات باقليم ورزازات. واللائحه طويله سيد الوزير المحترم، لهذا سيد الوزير ندعوكم الى تكثيف المجهودات والعمل على انزال برامج قادره على تنفيذ. شكرا. هل هناك تعقيب اضافي؟ لا. ردكم سيد الوزير على التعقيب فيما تبقى من الوقت، تفضلوا. وعلى كل حال هو السؤال ديالك في الاول كان سؤال عام، كان سؤال مهم جدا، لكن من بعد دخلتي في التفاصيل ديال بعض الاقاليم اللي كان ممكن تسولني عليها بشكل مباشر. هو التقييم ديال البرامج ديال الطرق القرويه هو تيرتبط بالنسبه للولوجيه. فاش كنا في 1995 كنا في 34%، دابا مع البرنامج الثاني ديال الطرق القرويه اصبحنا تقريبا في 80%. هل هناك بعض الاقاليم وبعض الجامعات لا زال فيها خصص؟ اكيد، ولكن هذا نحن نسعى اليه. انا اللي تيهمني في الحقيقه في هذه القضيه، وهذا الشيء علاش كانت اللجنه الموضوعات ديال مجلس النواب مهمه، واش هذيك التشاركيه كانت او ما كانتش؟ هذه مزيانه، لان هذا اللي درناه الاخراني ديال تقليص الفوارق المجاليه والاجتماعيه تبنى على اساس تشاركي، وانا نقول لك هذاك التشاركي صعب، لان تيدخلوا فيه بطبيعه الحال الجامعات والمنتخبين والسلطات المحليه، وليس سهلا. لكن هذا خيار دارته بلادنا، وخيار على كل حال مزيان. يعني اخر سؤال في هذا القطاع، سؤال حول مدى تنفيذ الاتفاقيات المبرمه في مجال تجهيز الطرقي للسيدات والساده النواب المحترمين من فريق التجمع الدستوري. تفضلوا سيد النائب. سيد الوزير، عن مدى تنفيذ الاتفاقيات المبرمه في مجال التجهيز الطرقي نسائلكم. تفضلوا سيد الوزير. النائب، انا بغيت نشكرك، هذا السؤال تيتعلق بسيدي افني ياك؟ سيدي افني، سيدي افني ما كاينش حاجه، انا بغيت نشكرك حيت درتي على سيدي افني. طيب، هو فيه جوج ديال الاتفاقيات، كاينه الاتفاقيه الاولى فيها 46 مليار ديال السنتيم،
وهذه الاتفاقية مزيان نقول لك عليها، كاين مشاريع منجزة فيها 39 كيلومتر وفيها 2 مليار ديال السنتيم دارت، وكاين مشاريع التي توجد في طور إنجاز بالكلفة تقريبا ديال 19 مليار ديال السنتيم، وفيها واحد العدد المقاطع في الطريق الوطني رقم 21، فيها الطريق ما بين سيدي إفني والخصاص، فيها بناء منشأة فنية على واد سيدي إفني بطريق الجوية رقم 104، وكاين مشاريع اللي توجد في طور الدراسة فيها منشأتين فنيتين فيها واحد العدد ديال المقاطع، وفيها الطريق اللي شرطوا ليها في السؤال ديال 1919 الرابطة بين إيدا وكوكمار وتيمولاي، واللي هذه دارت فيها دراسات. حاجة واحدة اللي بغيت نقول لك هو الاتفاقية في الأول كان فيها تقريبا 39 مليار سنتيم، تم تحيينها بعد الدراسات، الآن تنتكلموا على 46 مليار سنتيم، بمعنى أن الشركاء ديالنا واخا حنا عندنا فيها 78%، لكن عندنا مجلس إقليمي وعندنا مجلس الجماعة وعندنا وزارة الداخلية خصهم يعطيو سميتو ديالو باش نكملوا هذه المشاريع. شكرا السيد الرئيس. تعقيب السيد النائب، تفضلوا السيد النائب. السيد الوزير، الإشكال الآن في ضعف مجموعة من الجماعات الترابية عن الالتزام يعني الوفاء بالالتزامات ديالها خاصة بعد توقيع الاتفاقيات. اليوم هل يعني نحرم المواطن بحجة يعني عدم قدرة الجماعة أو المجلس الإقليمي أو الجماعة الترابية بشكل عام؟ وفي الحقيقة هذا إشكال وطني. المطلوب اليوم من الحكومة وهي أنها تفي بالالتزامات ديالها وبالاستجابة لحاجيات المواطن بشكل عام بغض النظر عن قدرة الجماعة الترابية عن الوفاء بالتزاماتها وبالاتفاقيات الموقعة أم لا. الواقع طبعا أن في إقليم سيدي إفني لا الجماعة الترابية ولا المجلس الإقليمي يعني ليسوا دائما عندهم هذه الإمكانيات للوفاء بالالتزامات. إذن شنو هي السياسة الحكومية، شنو هو العمل ديال الحكومة طبعا للاستجابة لحاجيات المواطن باش توصلوا الطريق أينما كان؟ هذا من جهة. من جهة ثانية سيد الوزير، نبغي نذكركم بواحد المسألة أساسية وهي أن الطريق السريع من تيزنيت الداخلة هذا مشروع ملكي ويعني وطريق محوري في بلادنا. اليوم كاين تأخير في الإنجاز خاصة المحور ديال قليمي من طنطان، وكاين أيضا ضعف ديال الجودة. أنا بغيتكم تتبعتوا لجنة لتقصي حقائق عن مدى جودة المواد المستعملة في الطريق السريع. شكرا سيد الوزير. شكرا سيد النائب. هل هناك تعقيب إضافي؟ لا. إذن نشكركم السيد الوزير المحترم على حسن مسام. جوج ثواني تكفيكم؟ تفضلوا تفضلوا تفضلوا. لو لا انتهى حيت انا تمشي نشوفها وهي القضيه ديال الغش والجوده، وانا باش عاد ثاني كنا غنولي مهندسين. إذن شكرا لكم السيد الوزير على حسن مساهمتكم في هذه الجلسه، وننتقل الى